فبعد السؤال الذي أصبح يتداول بكثرة في مواقع التواصل الاجتماعي وفي أي فيديو تظهر فيه ليلى روز ولكن دون كشف وجهها ليظل السؤال مطروح وهو علامة استفهام كبيرة لماذا دنيا باطمة تخفي ملامح وجه بنتي ليلى روز عكس ما فعلت مع بنتي الكبرى غزل الترك الشيء الذي أشعل فتيل إشعاش واستغلال بعض الامور لتاليف قصص وحكايات عن طفله صغيره خاصه وان دنيا باطمة كانت قد وعدت جمهورها سابقا انها ستقيم حفل اسطوري بمناسبه عيد ميلاد ابنتها ليلى روز حيث كانت انذاك قد نشرت ستوري على حسابها الانستغرام كتبت فيه عيد ميلاد ليلى روز ان شاء الله سيكون اسبوع المقبل وغشوف ليلى روز يا عمري انا ما شاء الله هذا كان هو وعد دنيا باطمه لمتابعيها منذ اكثر من سنه لكن عند وصول عيد ميلاد ليلى روز دنيا باطمه لم تقيم اي حفل بل فقط قامت بحفل عادي وعائلي مع اصدقاء والمقربين ولم توفي بوعدها لجمهورها لأسباب شخصية غير معروفة وأجمع الكل على أن السبب سيكون هو خوفها من العين وفي المقابل حالة ترك تجاهلت آخر عيد ميلاد شقيقتها ليلى روز ولم تعايدها كما كانت تفعل ذلك سابقا ربما بسبب أزمة طلاق بل أكثر من ذلك فقد ألغت متابعتها لشقيقتها ليلى روز هذا التصرف اعتبره رواد سوشيال ميديا أنها تتبرأ من شقيقتها لأنه لا يوجد شبه بينها وبين ليلى روز خاصة كثرت الإشاعات في هذا الموضوع بينما اعتبر البعض الآخر أن بسبب طلاق والدها من دنيا باطمة خاصة وانها سابقا لم تكن تفوت فرصه المعايده على اي مناسبه كانت